الوطني الكاملة، خمسة مهاجمين ولاعبي وسط ومدافعين وحراسة مرمى من ستة. الآن أبو علي هو هذا يعني الخيار عدد للمدرب الإجمالي 46 لاعب، القائمة الأولية 46 لاعب. طبعا 46 لاعب وراح ندخل فيها هاي مباراة زامبيا، ومن بعدها في مباراة الإمارات وسوريا تكون القائمة النهائية 28 لاعب. وايضا الجهاز الفني يعتمد مجموعه من الاسماء اخرى لم نكشف عنها، يعني لاستحصال الفيزا، متطلبات اخرى، ربما يعني اصابه بكورونا. يعني العدد تقريبا عندنا 57 لاعب يعني مقدم لاستحصال الفيزا. هناك بعض اللاعبين راح نكمل اوراقهم وسمات الدخول الخاصه بهم، راح ينضمون للملاك الفني.